ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد من شرايات ان شاء الله لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ايه قطعت؟ رقاق، قطعت كنافه، بسبوسه، وهنا ايه حده زي السكينه كده اهو في الحته دي. حلوه خالص وعجبتني. انا عندي واحده بس ايه اتكسرت. تمام، هنا انا عندي جبت سكينه. انا عندي سكاكين كتير بس السكينه دي عجبتني. تمام، هنا دي حاجه بسيطه خالص، دي اللي بتبقى الشاره بتاعت الكوسه والبطاطس والجزر. تمام، هنا جبت منظم. المنظم انا كنت جايبه منظمات برضو السنه اللي فاتت، بس المنظمات دي غير. المنظمات دي كبيره، يعني بتشيل مثلا 2 كيلو من الفاكهه او من الخضار، تنفع في التلاجة. بس هنا بقى في غلط. هنا لما اشتريتها هنا كان فيها حته مكسوره، مش مشكله، انا ايه معايا الفاتوره وايه هروح ارجعها. بس هنا معايا واحده سليمه ما فيهاش حاجه، فكهم كده الاثنين من بعض، فكيتهم اهو. اهي واحده، اهي دي السليمه، التانيه فيها كسره هنا مكسوره في الحته دي. خلاص هو ده. تمام، جبت بقى الطاسات التيفال، الاتنين دول عاملين 100 جنيه، نزل عليهم عرض بدلا من 200. تمام اهم. تمام، دول الاتنين، الواحده ب25، انا كنت فاكراها ب12.5 زي اللي فاتت، او ب10، او الاتنين ب10 زي المره اللي فاتت. لا، دي ب25 ودي ب100. تمام، جبت هنا طواجن. انا عندي طواجن صغيره، عندي طواجن صغيره وعندي طواجن متوسطه. تمام، فجبت واحد بقى كبير اهو، ينفع للرقاق، الرقاق بالبشاميل حلو قوي، للمكرونه البشاميل كمان هيبقى جميل جدا. تمام اهو زي ما انتم شايفين. هنا اهو جبت حله، انا عندي حله الجرانيت طبعا. خلاص، دي بقى مقاس 22، انا جبت 2 برده نفس السعر، الاثنين بنفس السعر، دي مقاس 22. عملية خالص خالص على قد، لان الحلل اللي عندي كبيرة، فجبت حلل بقى ايه صغيرة وعلى قد. معايا بقى هنا اهو، بصوا بس انا ايه حطيته هنا في المطبخ، شلته على طول. دي مستيكة، كان عندي السيليكون بس بصراحة السيليكون مش عملية، بتتقطع ومش حلوة، انا رميتها اصلا. فاستلس دي حلوة خالص اهي، دي ب19 جنيه يا بنات. خلاص اهو حلوه قوي اهي كده اهو، اكيد طبعا انتوا عارفينها كده تتقفل وكده. ايه افتحها مثلا للبانيه وللحاجات دي. تمام، جبت هنا بقى طقم السكر والشاي ده، ومعاهم الصينيه دي هديه. خلاص، الطقم ده كله عامل 100 جنيه. اول واحده للشاي، اول واحده اللي بصراحه حطيت فيها السكر، اول لما اشتريتها على طول رحت حطيت فيها السكر. كان عندي طقم تاني بس اللي هو صيني، نفس خامة الصيني، يعني لما بمسكها ممكن تتكسر من ايدي ولا حاجة، رحت شلته. ده الطقم بتاع جهازي، بصراحة كان غالي جدا، شلته. استخسرت بصراحة انه ممكن يتكسر مني او يقع من ايدي. ده هنا ده حطيت فيه الشاي، وهنا طبعا نص غنون ده للقهوة. بصراحة الطقم ده شكله حلو قوي كده، ومع الصينية شكلها حلو خالص كده، يا رب تكون واضحة اهي. بصي يا بنات، انا اشتريت الكوبايات دي، حلوه جدا دي، 650 ملي، هي مش باينه بس في الكاميرا، احاول اقربها كده. 650 ملي، حلوه خالص. اشتريت 3 اهو، تنفع للعصير في رمضان او للكورديل او اللي عنده مثلا كولمان وطالع رحله مثلا او اي حاجه من دي، حلوه جدا. الخامه بتاعتها حلوه خالص خالص. اشتريت 3، هي الواحده عامله 20 جنيه، انا اشتريت 3. بصوا يا بنات، جبت كبه حلوه جدا جدا جدا. انا عندي طبعا كبه كهربا، طبعا شفتوها معايا اكيد في التصوير كتير. لكن الكبه دي جميله جدا، يدويه سهله جدا على قد، يعني احطي فيها بصلايه هتتفرم على طول. بصوا افتحها لكم، لسه جايباها جديد، فمش عارفه دي بتروح وتيجي معايا كده، فمش عارفه ايه اتحكم في فتحها. اهو فتحتها من هنا كده اهي، سهله خالص. تمام، بصوا
ده السلاح بتاعها اهو، بتحط كده اهو. دي مش بالكهرباء، دي يدوية، عملية جدا جدا جدا. انا عندي واحدة كبة كبيرة يعني 2 لتر كده او لتر ونص، فبقعد اشيلها والموتور بتاعها من فوق احطه كده، وممكن احيانا الكهرباء بتكون قطعة ومش بعرف اتعامل. بصوا بقى دي اهي كده اهو، حطي ايدك كده. طبعا هتحطي البصل او الثوم او اي حاجة عايزة تقطعيها هنا، وتمسكيها كده وتعملي خلاص كده الحاجة اتفرمت. طبعا وهوريكم معايا فيديوهات كتير وانا بستخدمها. دي ب160 جنيه بدلا من 230، كان نزل عرض عليها يعني. هوريكم بقى معايا حاجة تانية. جبت بقى الفوطة دي، حلوة خالص فوطة المطبخ، بصراحة جميلة جدا. كان نزل عليها تخفيض، بصراحة حلوة عجبتني. في ايه ممكن اشيل بقى طاجن سخن مثلا من الفرن، امسك بيها حاجة مدخلاها الفرن ولا حاجة، بدل المساكة السيليكون بصراحة صحت مني ومش حلوة خالص. طبعا دي عملية وحلوة، مش هتصدقوا. دي بقى ب7 جنيه، كبيرة. انا جبت 2، انا حاطة واحدة هنا في المطبخ. تمام. في بقى حاجة تانية معايا كبيرة جدا عايزة اصورها، دي اهم حاجة في المشتريات واللي كنت رايحة اشتريها. جبت جردل بتاع اللي هو مسح الارضيات يعني، هوريها لكم، لان الجردل اللي كان عندي بصراحة اتكسر وجبت واحد غيره. انتوا شايفين هنا انا جبت الجردل بالشرشوبة بتاعته، لان الجردل اللي كان عندي اتكسر بصراحة. كان من القديم، مش من القديم، هو كان جميل جدا وكان بعجل وكان كل حاجة، بس كان حلو قوي بصراحة معايا. بس انا كنت جايباه من وقت ما اتجوزت، فدلوقتي طبعا عدى عليه فترة طويلة خالص، فشط ولا اتكسر مش عارفة حصل له ايه. جيت احط فيه مية لقيته ايه بينقط، فروحت جبت ده. ده طبعا الوطنية، سعره حلو جدا، هو كان نازل برضو عليه عرض يعني. هفتحه كده معاكم. بصوا هنا، ده هنا طبعا الغيار، ده غيارين. تمام. ده طبعا هشيله مش هستخدمه. دي الدوارة او العصارة بتاعت معلش مش عارفة اطلعها لان انا بصور بايد وماسكة ايد ايدي التانية بالكاميرا. فتمام. فده الغيار التاني. تمام. اهو الجردل بالشكل ده، انا هطلعه معاكم ثانية واحدة. دي العصاية اهي، طبعا تتركب في بعض، في صامولة جوه الحتة اللي هنا دي، وهدخلها جواها. خلاص ثانية واحدة انا هخرجه. المكان اهو هنا، هو اللي صورته لكم، جبتها لكم من الناحية دي عشان يكون اوضح يعني. بصوا هنا في زي ازازة كده، طبعا دي بتتفك، دي بتتفك، انا مش عارفة افكها وانا ماسكة التليفون بايدي. تمام. وهنا بيكون في الديتول او المسحوق. تمام. وهنا هو المية مثلا، هعمل مثلا اضغط عليه كده كده تنزل الايه الصابون السائل او الديتول. تمام. وهنا هو بقى عبارة عن بصوا دي بتاع كده، تبقي واقفة مثلا وتشديها كده هيتشد معاكي وهيمشي. تمام. ده ب375، مش عارفة والله سعره بكام، انا اسفة، بس انا لقيت حاجات رخيصه بصراحه ما كانتش حلوه، وممكن من اول مره هتبوظ معايا، ما حبيتش بصراحه ان انا استرخص خالص. اهو ده طبعا زي ما انتوا شايفين، ده العصاره بتاعت الشرشوبه، بتبقى كده حط هنا كده، وطبعا بتعصري. تمام. بس هو ده كده الجردل معايا. تمام. يا رب يا بنات المشتريات بتاعتي تكون عجبتكم، يكون الفيديو عجبكم، وتكونوا استفدتوا من الاسعار. اي كل سنه بقى وانتم طيبين، باذن الله هعمل لكم برده فيديوهات جديده. انتم بتحبوا الفيديوهات من النوع ده، ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه، انا اسفه، هعمل لكم فيديوهات تاني ان شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك، واللي ما اشتركش او اول مره يشوف قناتي يشترك. ويا ريت تدخلوا على الصفحه بتاعتي اللي على الفيس بنفس اسم القناه، برضو عندي صفحه على الفيس، بصراحه هي اكبر من القناه هنا. تمام. الفيديو ده برضو هينزل على الفيس وهينزل على اليوتيوب. تمام. فما تنسونيش بقى في اللايك وكومنتوا حلو، واشوفكم بقى على خير. السلام عليكم.